مصابيح السماء. اكتشف العلماء نوعا من النجوم تضيء الدخان الكوني المحيط بها، ويقول العلماء إنها تعمل مثل المصابيح في السماء، وبدونها لم نتمكن من معرفة الكثير عن أسرار الكون. وصدق الله تعالى عندما سبق علماء الغرب إلى هذا التعبير فقال: وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم. والسؤال: من الذي أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بهذه المصابيح الكونية؟